لئن قصرت في ديني فقد هيأت للهادي إلى الإسلام يا دنيا لقد أعددت أولادي لئن قصرت في ديني فقد هيأت للهادي شبابا أولع حبا به لكل الناس مصاغ من القرآن أحفادي رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب فهيا يا شباب الجيل للإسلام نظهره أجمل حلة حتى يشد الناس منظره فإن من شد للإسلام من قد كان ينكره رأيت الناس في حب لدين الحق تنشره رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك